السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم إن شاء الله. اليوم سوي فيديو قصير. طبعاً أنا شوية سويت فيديوهات في إسطنبول، لكن فاتتني إنه أصور هاي المخطوطة أو هذا المكان المهم في إسطنبول اللي هي منطقة بايازيد. منطقة بايازيد طبعاً هذا جامع بايازيد، بعده يجي الصحفلر، سوق الصحافين أو الوراقين، من ثم يجي السوق المقفل، ومن ثم سلطان أحمد. لكن اليوم عندنا اللي هو الآن أصبح إسطنبول يونيفرسيتي، جامعة إسطنبول. هذا بناء قديم مثل ما تعرفون. شنو هذا البناء؟ دائرة أمور عسكرية، يعني من أهم العناوين التي كتبت بفن الخط العربي. مثل ما تشوفون مدخل دائرة الأمور العسكرية العثمانية، هذا هو المدخل. تمام، شوف العنوان بخط الثلث، من أجمل مثل ما قلنا وأهم الكتابات والعناوين التي كتبت. يعني مثلا ليس فقط جمالية الخط والحرف، وإنما جمالية المد في كلمة داخل الكلمة بخط الثلث. كلمة عسكرية، نشوف مد السين مع الكاف ويا الفتحة الطويلة. هذا شغلة مهمة. ليش خط الثلث ما بيها المدات خاصة بالعناوين؟ وأعتقد هاي من أول الكتابات اللي صار بيها مد مع الثلث بهذا الشكل. طبعا ونشوف إن فتحنا لك فتحا مبينا، من ثم الجهة الأخرى، وينصرك الله نصرا عزيزا. نشوف كيف وضع لفظ الجلالة بالمنتصف مع التوقيع محمد شفيق. طبعا ما أقدر أسوي زوم أكثر لأن الصورة تصير مو واضحة. اليوم أنا أصور بالموبايل، نحاول نقرب. نشوف التوقيع ونشوف الكتابة كيف شلون حلوة إذا قربناها، ونشوف مقطع أن فتحنا لك فتحة. فهذا الفيديو مهم مع هاي الطغراء اللي فوق المهمة، طبعا بخط عبد الفتاح أفندي، الطغراء في إسطنبول. وهذا جامع بايازيد، جامع بايازيد، بعده تجي الصحفلر سلطان أحمد.